أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الفرق بين الأدب والخلق؟ وهل يدخل حسن الأدب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا؟ نعم، الخلق هو الأدب، هو نفسه التخلق بالأخلاق الفاضلة والشيم الكريمة، هذه هي الأدب. نعم، أحسن الله إليكم صاحب سمها الهم. آدابا أو سمها أخلاقا معنى واحد، ولكن الخلق إذا أطلق يراد به سعة البال، والمراد بالحديث أن يكون الإنسان واسع البال مع إخوانه، يسعهم بخلقه ويتلطف بهم ويرفق بهم. نعم.